بغينا ندوها باش نعتقوا المغاربة وبغينا نعرفوا الحقيقة. أنا بالنسبة لي الدولة المغربية اللي خدات عملية ديال التلقيح، أنا خصني عملية ديال مواكبة هذا التلقيح. شنو عطانا؟ شحال واحد مات؟ شحال واحد دار أعراض؟ شحال واحد ما دارش الأعراض؟ شحال واحد ما تصابش؟ شحال الناس اللي خدات جوج جرعات وأصيبت بكورونا؟ واش هاد الناس اللي كيتلقحوا كيمكن لهم هادشي كلشي قلتو انا النهار الاول؟ كنت ديما كنقول لكم خصنا نعرفوا شحال ديال الناس خادوا الاولى والثاني وشحال ماتوا وشحال تعا، شي ما كيقولوش علاش؟ لان عارفين كلشي فالصو عادي ولا ما كينوروا الناس. وانه اليوم كنعاود نقول لكم يا ايها المغاربه والمغربيات المحترمات والمحترمين، راه اليوم تلقيح ليس باجباري، اذا ما عندكمش الحق تطرحوا على شي واحد السؤال واش تلقح ولا ما تلقحش. راه اليوم اللي كيشكل خطر راه الخطر محيط بنا. حنا كنطلبوا الحمايه، كنطلبوا انه التباعد، وكنطلبوا للمغاربه وفي المختبرات المغربيه انها تجتهد تلقى الدواء تلقى اللقاح. وانه اليوم راكم شفتوا بعض اللقاحات بحال استرازينيكا قتل بنادم وعطى تخثر في الدم وعطى جلطات دماغيه في دول اخرى، وحنا كنا حنا هما الاخرانيين مازالين كندوزوا الناس. وهنا كنستحضر واحد العدد ديال الرفيقات ديالي والزميلات والسادات الجامعيين واساتذه حتى هما اصيبوا باعراض، وهادشي ماشي باش نخوفوا الناس، حنا بغينا نطمئنوا الناس وما بغيناش هذه الجائحه تستغل كوسيله لضرب الحريات. استحضر واحد العدد ديال الرفيقات ديالي والزميلات والسادات الجامعيين واساتذه هما اصيبوا باعراض، وهادشي ماشي باش نخوفوا الناس، حنا بغينا نطمئنوا الناس وما بغيناش هذه الجائحه تستغل كوسيله لضرب الحريات بما فيها الحريه ديال التعبير، وتضرب الحريه ديال الناس في التنقل، وتضرب الحريه ديال الناس في الشغل. اليوم البلاد ديالنا كتعرف كساد كبير، في بلدان اخرى فتحوا الناس باش تشتغل، علاش حنا عاوتاني يسدوا علينا؟ علاش سدوا علينا؟ نديروا حنا الحمايه ونديروا الوقايه ونقلبوا على الدواء ونقلبوا على الامكانيات باننا نتجاوزوا هذه الازمه. ولكن كنقول لكم بين مزدوجتين بان هذه الازمه اي شيء ما كاين لا شماكه لا والو، عادي جدا صحيه مع كل اسف مرتبطه ارتباط وطيد بالازمه والكارثه المناخيه. يعني هذا الاحتباس الحراري وهذا التراجع ديال التنوع البيئي وهذا الزراعات اللي كتدار اليوم وهذه الاسمده اللي هي كتؤدي الى امراض نيرو اندوكرينيان، هذوك كنعيطوا لهم لي بيرتورباتور اندوكرينيان اللي كاينين في الصباغه كاينين في الاسمده كاين في هادشي بيرتورباتور. بلادنا خصها توصل، كاين بعض المواد اللي هي محظوره في اوروبا مازال كتبع عندنا هنايا وتستعمل، ولهذا حنا بغينا نوصلوا لدوله الحق والقانون في كل المجالات، ونكونوا حتى حنا خدامين في هذا التوجه العالمي الجديد اللي حاملينه مثقفين كبار واللي هما فيهم الانسنه وفيهم الشجاعه باش يقولوا كلمه الحق، اننا يجب ان نعتمد على الانسان وان نراعي البيئه والتوازنات ديالها. هذا الشيء اللي كاين، وانتم خصكم تطوروا هذا الحس النقدي، راه ما كاينش كحل ولا ابيض، ولا بدا كتكون واحد سمعوا يعني منطقه اللي كيتحرك فيها العالم وكيتحرك فيها الناس، لانه ما كاينش حقيقه مطلقه. مزيان. ما كايناش حقيقه مطلقه، الحقيقه اللي كاينه اليوم يمكن غدا يعني تغير، ولهذا حنا كنطلبوا المغاربه باش يجتهدوا ويمشيو يبحثوا ويشوفوا كيفاش طرق الوقايه والحمايه. وانا احيي بعض الناس اللي هما دي انفلونسور اليوم في شبكات التواصل كيقول لك هذا خصك دير هادي ولا دير هادي، بالاضافه الى التوصيات اللي كيعطوها لنا الاطباء والطبيبات مشكورين، ولكن كنطلبوا من الدوله المغربيه انها تتابع عن كتب هذه المساله ديال التلقيح وديال التداوي باش يمكن لنا نقضوا الشعب ديالنا، وربما نكونوا حنايا الاولين سباقين نقضوا حتى شعوب اخرى لو لقينا شي وصفه اللي هي مهمه. انا كنقول بانه راه حنا كنعيشوا في واحد العالم اللي كيتسمى امبراطوريه الخوف والتخويف والترهيب. عندك الصح. يعني انه لا نسمح بالراي، اليوم الرجوع ديال السلطويه وديال ضرب الحريات وعلى راسها حريه التعبير. انتم يعني تتابعون عبر العالم كله السؤال اليوم لا زال مطروحا حول اصل فيروس كورونا، هل هو فيروس جاء بتحول طبيعي ام انه فيروس خلق وصنع صنعا داخل مختبرات يعني بار مانيبيولاسيون جينيتيك. راه المنظمة العالمية للصحة اوفدت وفدا من العلماء والخبراء الى يوان، ولكن رجعوا بخفي حنين ما عرفوا حتى شي حاجة. انتم المغاربه انا كنقول ان الانسان اللي ماشي متحرر ما يمكنلوش يخوض معركه ديال الوطن،
ديموسيباسيون. هذا كيعني بانه خصنا كلنا نتسلحوا بالنقد الذاتي. ما كاينش شي مسلم. هذه الجائحه حتى واحد ما كان كينتظرها. ملي جات هذا لا يعفي السياسي ولا العالم من طرح السؤال الوجيه باش نعرفوا منين جات، باش نعرفوا كيفاش نحركوا المختبرات ديالنا يصنعوا الدواء، نعرفوا نشوفوا المغاربه ديالنا كيفاش يمكن لهم يعاونونا، كيفاش نديروا الحمايه. اليوم كلشي كيعرف هذيك البكتيريا اللي كتخطر الدم واللي كاينه مصاحبه لهذا المرض ديال كوفيد، واللي اليوم كاين اجتهاد كبير واحد العدد المختبرات الناس كتلقى الدواء. حنا بغينا الدواء، بغينا الدواء باش نعتقوا. بغينا الدواء باش نعتقوا.